واخا كان يعني الأسرة بسيطة. بالعكس تفرحني فرحني أنني عندي عائلة لقيتها مشرفة محافظة، الأب تتحترم تيخرج ترون وطن. مش كان الوالد كيخدم معاكو؟ بزاف الخدمات. يعني ما كانش عنده عمل ثابت؟ لا كان في الخياطة ودار أسميتو لا كونطابيليتي لواحد الشركة ديال صاحبو. إذا كان قاري الناس القدام. إيه بيان سور. الوالد كان قاري وكان قاري حتى العلم. قاري العلم؟ إيه. الله يرحمه. يعني هذه فرصة نترحموا عليه. الوالد ديالي كان تيعقل على نمرت التليفون ديك الساعة غير بالذاكرة، ودا الذاكرة هي اللي بقات لي ورثت منه تنخدمها في السبيكتاكل ديالي. أنا تنقدر نرتجل ورجع. الوالدة ديالي تعلمت منها لي موغ جمع هذا الشيء. فهمتي كيفاش دير هادشي؟ فهمت. سي هذاك الشيء تجمع فيهم بجوج وعطاها هذا الشيء. قالوا لي الوالد ديالك كان صعيب. لا كان معقول. فرق كبير ما بين صعيب ومعقول. لا لا كان الوالد ديالي معقول، كان تيبغينا. كان منع عليكم بزاف الحويجات. بيان سور. راه تنهضروا على شحال هادي. راه حنا راه قلت لك فاش تنكونوا في الزنقه راه مي تدخل وتتبعها انا وكلشي تيدخل هو تحط ليه ماكلته وداك الشيء. كان الاحترام ما كانش الخوف. وكنتي انت واخا كنتي باسل شي شويه ولكن كتاكل العصا. كيفاش؟ لا ما كنتش باسل. شنو؟ كنت باللغه العربيه فعلا كنت باسل. باسل من البساله. لا ما كنتش ما كنتش ما كنتش بهذا المعنى باسل. كنت زعما كان الصداع ديالي ولا سي فرونسي لي بيتيز لي بيتيز كنت نديرهم تضحكوا. ما كنتش كفيه الكلام خسار ولا هذا وهذا. كانت التربيه الحمد لله تنحمد الله ونشكره وتنفتخر بهذاك الشيء اللي ربوا فينا. كنا فهمتي تنحشموا تنخافوا. كانت الدساره غير صغيره خفيفه يعني مقبوله. ماشي الدساره ديال البليات والدساره ديال كذا. كانت دسارتي في الدار باينه فهمتي. يعني بغيت نفهم ايكو انت طفولتك رغم كل شيء كانت طفوله زوينه سعيده رائعه الحمد لله.